مساء الخير، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استوديو القدس من قناة الغد العربي. في هذه الحلقة نتناول ملف قرى القدس المهجرة التي قام الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء أهلها منها. قسم من هذه القرى قام الاحتلال بتدميرها كليا طبعا بعد إجلاء الفلسطينيين منها. القسم الآخر قام الاحتلال بإقامة مستوطنات فوقها حتى قبل تغيير أسمائها إلى العبرية. في الذاكرة الجمعية لأبناء القرى المهجرة صورا ومشاهدا أليمة جدا. هذه الصور هي باختصار ذبح لأهالي أبناء هذه القرى، تشريدهم وتدمير القرى كليا. الآن هذه القرى نريد أن نتحدث عنها مليا، عن الاستيطان فيها. طبعا الهجمات الاستيطانية كانت بالبداية، أو الاحتلال قام بضرب والهجوم على القدس الغربية، بدليل أنه حتى اليوم أكبر تجمع للإسرائيليين هو في القدس الغربية، حيث شرد أهالي عين كارم والقطمون والبقعة والمالحة. نستعرض تاريخ قرى القدس المهجرة في حلقة الليلة، إضاءات ننعش بها الذاكرة الفلسطينية والذاكرة المقدسية بشكل خاص، مع ضيوفي الدكتور علي قليب، محاضر في علم الحضارات الإنسانية وباحث في التراث الفلسطيني، والأستاذ يعقوب عودي، باحث في مجال حقوق الإنسان. أهلا بكما. وسادتي، قبل أن نبدأ في الحوار دعونا نشاهد هذا التقرير للزميلة راما يوسف. نكبة قرى القدس المهجرة، حزام بيت المقدس وحصنها المنيع، سقوطها وتصفية أهلها عرقيا في سبيل الاستيلاء عليها. أم البدايات وأم النهايات، والبوصلة التي تتجه إليها دائما وأبدا، إنها القدس بمدنها وقراها المهجرة، إنها دير ياسين المجدرة المروعة، إنها القسطل الصمود والمقاومة، إنها مدينة النكبات التي توالت عليها، وبعد مرور 66 عاما على نكبة الشعب الفلسطيني، ما زال الفلسطيني يدفع ثمن اقتلاعه من أرضه ولجوئه إلى كافة أنحاء المعمورة. الرقعة الفلسطينية مليئة جدا وغنية بالتراث الفلسطيني وبالوجود الفلسطيني. من ناحية القرى هناك 660 قرية طبعا هجرت، غير القرى الموجودة حاليا حول المدن الفلسطينية. طبعا الإجراءات الإسرائيلية، الاستراتيجيات الإسرائيلية هي متسارعة اليوم في تحويل معظم القرى الفلسطينية إلى أماكن مستوطنات، حتى تتم شرعنت هذه المستوطنات ومحاولة التقليل من الوجود العربي الإسلامي المسيحي في المكان، في القرى بالذات. قرى بيت المقدس المهجرة، والتي تعتبر حزام بيت المقدس وحصنها المنيع، تم الاستيلاء عليها شيئا فشيئا مع توالي النكبات والهجمات على المدينة المقدسة واقتلاع أهلها منها. فقرية ليفتا كمثال، قرية فلسطينية احتلت عام 1948 وتقع غرب وشمال غرب مدينة القدس، وتحيط بها قرى المالحة ودير ياسين وعين كارم، قالونيا، بيتكسا، بيت حنين، شعفاط، الطور، ومدينة القدس. تحويل القضية الهجرة أو المهجرين على الأصح، تحويل قضيتهم من قضية أصحاب أرض ووجوب العودة إليها إلى قضايا إنسانية، فتحويلها لقضايا إنسانية ضيع، مش بس ضيع، كمان أصرف وجهة النظر الحقيقية للقضية الفلسطينية وإرجاع المهجرين لأراضيهم كأصحاب حق هجروا وأخرجوا بالقوة من قراهم. القرى المهجرة أو القرى التي بقي فيها بعض آثارها، يعني لا يجوز أن نقول بأنها شاهد على الاحتلال والاغتصاب والتهجير، لأن كل فلسطين وكل شبر في فلسطين هو شاهد على التهجير القسري، شاهد على الحروب التي أقامتها أو قامت بها إسرائيل ضد الفلسطينيين وأجبرتهم على الهجرة. كل شبر في فلسطين له أهمية.
العديد من قرى القدس المهجرة والتي دمرها الاحتلال منذ عام 48 هجرت وتم تصفية من تبقى فيها عرقيا، فنزح أهاليها لا يعلمون شيئا عن غدهم، تاركين وراءهم أرضهم تراثهم وتاريخهم، موزعين في البقية الباقية من هذا الوطن وشتى أطراف العالم على أمل العودة إلى قراهم التي أخذت عنوة عنهم. نكبات توالت وقرى هجر أهلها منها بالقوة، ومحتل كان وما زال ماض بسياسة التهويد والتهجير وإخراج سكان الأرض الأصليين من أرضهم وإحلال الغرباء بدلا منهم. لبرنامج استوديو القدس رام يوسف، الغد العربي. نعم سادتي، وإلى الدكتور علي قليبو، تاريخ هذه القرى المهجرة منذ عام 48. والأهم دكتور، هل كان في منظومة معينة؟ يعني نحن لا نختزل النكبة، نكبة شعبنا الفلسطيني في تهجير قرى بيت المقدس، بل هي نكبة شاملة في كل أنحاء وأقطاب الوطن، ولكن هل كان في منظومة معينة؟ بمعنى أنه بديوا بالشمال، بالمثلث، بالجنوب، ثم إلى بيت المقدس، ترتيب نكبة شعبنا في القدس. هو إجلاء الفلسطينيين وتفريغ البلاد من السكان الفلسطينيين كان هذا متفق عليه من أول قرار التقسيم، وبالحال كان في مقابلات بين جولدا مائير وبين الملك عبد الله في اجتماع الشونب 46. في هذا الاجتماع عرض الملك عبد الله على جولدا مائير أنه يعملوا دولة من فدرالية من فلسطين التي ستقام، نعم، إسرائيل التي ستقام، والأردن الموجودة. موقف جولدا مائير كان واضح جدا، هم من بدهم دولة خاصة باليهود بس. نعم. في هذا الحال عرض عليها بالحال، اقترح الملك عبد الله انهم هم من راح يضموا الضفة الغربية للأردن. نعم. جولدا قالت له احنا مش موافقين، بس مش راح نتخذ أي إجراءات ضدكم. ففكرة التفريغ للبلاد كان متفق عليها مسبقا. نعم. يعني التقسيم أجا، التفريغ الكل كان عارف فيه. المشكلة بنلاقيها أساسية كيف الفلسطينيين في الداخل لم يكونوا على علم ولا درايه ومغتربين جدا عن اللي بصير على ارض الواقع. نعم. يعني ظلت العمارات تبنى، ظلوا الناس يشتغلوا يتابعوا اشغالهم، يستوردوا يعني مطبعه حبش، بنوا عماره كبيره في بالممله. نعم. واستوردوا الماكينات الضخمه الحديثه لها، هذا كلياته بال 47 اكثر 47، وبنتظروا لتيجي حين قام التفريغ. نعم. التفريغ كان إجباري، كان متفق عليه، كان منصف. طب القدس بأي مرحلة كانت من كل تهجير الوطن الفلسطيني؟ القدس كانت في المرحلة الأخيرة، كان لازم تسقط كل الضواحي حوالينا، يعني عين كارم، دير ياسين، سريس، سطاف، المالحة، هذه كانت توفر الحماية الغربية للقدس. نعم. احنا بنتكلم هلا عن القطمون، البقعة، الطالبية، كل هذه كانت محمية من هذه القرى. بسقوطها يعني خلال شهرين آخر شخص ترك القدس. نعم. هو خليل السكاكيني. نعم. في إبريل هو وبنته، مرته كانت ميتة، وابنه. يعني الحوادث جرت بصورة فجائية للفلسطينية نفسهم، مع أنه نستغرب طب كيف العرب كانوا عارفين، كيف كانوا يعملوا التنسيقات، كيف كان الفلسطيني العادي مغيب من مخطط ديلت، مخطط جيميل. يعني بتستغربي من هذا الأمر، هو راح يجيب معنه لأنه هو الخبير. نعم. سقوط بيت المقدس بحسب رأيك وبجملة واحدة، كان له مدلولات مختلفة عن سقوط باقي أنحاء الوطن؟ طبعا، لأنه بفرج أولا في عنصرين مهمين منلاحظهم بهذا. أولا اغتراب المثقف والطبقة البرجوازية الفلسطينية من الواقع التاريخي السياسي اللي كانوا عايشين فيه، وبعدين عجز الفلسطينيين نفسهم القياديين الفلسطينيين بتكوين حركة مخابرات، حركة جمع معلومات، في ما قدروش يفهموا الوضع، من حس انه الناس اللي كانوا موجودين يقاوموا كانت مقاومة ارتجالية عشوائية غير منظمة. هنا ننتقل إلى الباحث الأستاذ يعقوب عودي. أستاذ يعقوب، أعداد هذه القرى المهجرة والأهم من ذلك يعني جغرافيتها، هل ما يميزها من خصائص دونا عن مناطق أخرى من بيت المقدس بحيث تم تهجيرها وتدميرها بالذات هذه القرى؟
شوف، أول بأكد على نقطة رفض جولدا مائير لقضية الكونفدرالية. الكونفدرالية، وبريطانيا وافقت على موافقة على رأي جولدا مائير، لأنه اجى في اتفاقيات رودس كمان القسم الفلسطيني مش ابن حياة، يعني حسب حسابه أن يكون مع الأردن ومش يكون كيان مستقل بدولة. نعم، بالنسبة للكرة المهجرة منطقة القدس، أولا هي أكثر من 800 قرية وبلدة في فلسطين قبل 1945، اللي سنة اغتصب منها حوالي 770 قرية، 770 قرية. من هاي 770 قرية 530 وأكثر قرية اتدمرت، من هذه الكرة اتدمر، من هذه الكرة اللي اتدمر في 68 قرية في القدس. نعم. اللي هي لواء القدس يعني. وهاي الكرة طبعا مش كلياتها شرق وغرب وشمال وجنوب القدس، بس احنا بنحكي الآن عن الكرة المدمرة، هي 38 قرية اللي دمرت من كرة القدس، وضمن الخطة اللي حكى عنها الأستاذ اللي هي خطة الدالت، وجزء منها اللي هي التطهير. التطهير هذا الممر، هذا البروزدور أو الكوريدور اللي يوصل لبيت المقدس، اللي من باب الواد وحتى مدينة القدس. نعم. وطبعا هذا الطريق الوحيد هو عنق الزجاجة، والتجمع الصهيوني كان موجود جزء كبير بالقدس وبيافة، فحتى يحفظ الخط ما ينقطع ويصير اللي في اليهود اللي موجودين في القدس تحت حصار، لابد من الإشراف أو الكنترول، يعني التحكم بالممر، بس الممر كله كرة عربية. نعم. فهوني كان الاستهداف للكرة الأقرب للشارع، يعني حتى يضمنوا حرية الحركة. الحقيقة في كرة يعني أصلا هجرت قبل زمن الانتداب، وأكثر يعني نقدر نقول يمكن أكثر من 50% أصلا صارت قبل الانتداب. طيب جغرافيا عفوا في زمن الانتداب أقصد قبل 15/5 48، يعني في منطقة القدس بالذات، يعني هي أول قرية، أنا كنت أقول لفتة يمكن تكون هي بلدنا أول قرية حضرتك مهجر من. نعم. قرية لفتة أول قرية. نعم. فلسطينية هجرت. نعم. بس لا، خربت عزون في على الحدود الشمالية لفلسطين، هذه في 21/12/47 تم تهجيرها. فلفتة يمكن تكون هي يعني من أوائل أو ثاني قرية هجرت. ليه؟ الموقع بيلعب دور، الموقع الاستراتيجي، هي بوابة القدس الغربية، مش ممكن يعني حد يدخل القدس بدون لفتة، وأنا بقصد لفتة، لفتة كلها، لفتة تمتد من كالونيا وحتى سوار القدس الغربية والشمالية وحتى سفح جبل الزيتون. طيب أستاذ يعقوب، فهون لابد لابد من تأمين السيطرة الفيزيائية على بوابة القدس الغربية اللي هي لفتة. هذا بالنسبة للفتة. بعد الفاصل سنكون مع خصائص مطولة أكثر، ليس فقط لقرية لفتة، إنما أيضا لأهمية باقي القرى المهجرة استراتيجيا وجغرافيا، هنا في استوديو القدس من قناة الغد العربي.